ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنعم الله علينا كثيرة وأعظمها نعمة الإسلام وأعظم نعمة في الإسلام نعمة التوحيد والإيمان واتباع السنة فإن كثيرا من المسلمين قد ضلوا الطريق وللأسف الشديد يؤمنون بالله يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويستقبلون القبلة ويقرؤون القرآن ولكنهم أحدثوا في دين الله بدعا وأهواء ما أنزل الله بها من سلطان تفرقوا على الكتاب والسنة وتنكبوا صراط الله المستقيم واستحوذ على كثير منهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أنساهم التوحيد الذي هو حق الله على العبيد أنساهم السنة فأشربت قلوبهم البدعة كما أشربت قلوب بني إسرائيل حب العجل فتراهم ينشطون للبدعة ويجانبون السنة وأهلها بل ويعادونهم البدعة أحب إلى قلوبهم من السنة وتراهم وللأسف يوالون أعداء الله من اليهود والنصارى ومن الفرق الضاله الهالكه كالرافضه والخوارج والعلمانيين والليبراليين وسائر اعداء اعداء الدين وهذا خلل في العقيده والمنهج فان المؤمن الموحد يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله يوالي اولياء الله وينصرهم ويحب لهم ما يحب لنفسه ويعادي اعداء الله ويبغضهم في الدين ويشرد بهم ولا يقف إلى جانبهم على حساب دينه وأمته وعقيدته وهذا أمر من الأهمية بمكان فإن أبغض فإن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وليس المسلم من الله في شيء إذا لم يوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله قال الله تعالى قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله قد بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده أنبياء الله كلهم أحبوا في الله وأبغضوا في الله وهجروا في الله فإبراهيم عليه السلام إمام الموحدين يتبرأ من أبيه حينما يتبين له أن أباه كان مصرا على الشرك مؤثرا للشرك على التوحيد وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعده وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه و عليه السلام يتبرأ من ولده الذي هو من صلبه حينما يراه مصرا على ان يكون مع الكافرين يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي الى جبلي يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله إلا من رحم إلى أن قال وكان مع الكافرين آثر الكفر على الإيمان توجه إبراهيم لربه يسأله أن أن يأتي بولده وأن يلحق ولده به رب بنى من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح في قراءة متواترة إنه عمل غير صالح أي عمل عملا غير صالح هو ولدك في النسب ولكنه ليس ولدك في الإيمان انه ليس من اهلك هذه عقيده الولاء والبراء وهي مما يجب على المسلم وعلى الموحد ان يعتقده وان يدين لله به انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فقرب النسب إن لم يصحبه قرب الإيمان والعقيدة فليس هذا قربا وليس فيه ولاء بل فيه البراء كله الله عز وجل عاتب نوحا قال سبحانه فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرأ من عمه حينما أصر على الكفر وقال بل على ملة عبد المطلب قال له لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك فنهاه الله عن الاستغفار للمشركين ولو كانوا أولي قربى وبين الله عز وجل له أن الهداية هداية التوفيق للإيمان لا يملكها إلا رب السماوات والأرض إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهذه وهذا لوط عليه السلام يتبرأ من زوجته ويعاديها في الله لأنها لم تكن على الجادة ولم تكن على التوحيد ولم تكن على دين زوجها وعلى إسلامه وعقيدته وهذه آسيا زوجة الطاغية فرعون تتبرأ من زوجها وتسأل ربها أن تسأل ربها أن يبني لها بيتا في الجنة وتستعيذ بالله مما كان عليه زوجها من الكفر والشرك والطغيان وهكذا الصحابه احبوا في الله وعادوا في الله احبوا في الله وابغضوا في الله ابو عبيده عامر بن الجراح يتصدى لابيه ويقتل اباه في الله لأنه أراد وأصر على حرب الرسول صلى الله عليه وسلم فديننا دين عظيم يدعو إلى موالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله واليوم المسلمون للأسف إلا من رحم الله اختل عندهم عندهم هذا الركن العظيم فتراهم يوالون أعداء الله ويعادون أولياء الله تقربون إلى الكافرين وإلى أعداء الدين وإلى أهل البدع والضلال يتزلفون إليهم ويؤثرونهم على أهل التوحيد يعادون أهل التوحيد ويوالون أهل الشرك من الرافضة الخوارج وغلاة الصوفية وغيرهم من فرق الضلال والواجب على المسلم الموحد أن يكون مع الله وأن يكون مع أولياء الله ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب ماتع في ذلك من أفضل ما كتب وهو الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان وله كتاب اخر لا يقل اهميه ومتعه وفضلا الا وهو مخالفه اصحاب الجحيم مخالفه اصحاب الجحيم هذه هذا الكتاب ينبغي على كل مسلم أن يقرأه وأن يتدبر لأنه يحدد موقف المسلم من أعداء الله وأعداء رسوله والله عز وجل يبين أن هذا من لوازم الإيمان فإنه من نواقض الإسلام والإيمان موالاة أعداء الله ومن يتولهم منكم فإنه منهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء لأن أعداء الله لا يريدون الخير لنا ويتمنون لنا العنت ويتمنون لنا السوء والشر ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر نهانا ربنا أن نركن إلى الذين ظلموا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ثم لا تنصرون المؤمن الموحد يتوكل على الله ويفوض أمره إلى الله وينصر أولياء الله ويعادي أعداء الله ويتوكل على الله في كل شأنه ولا يخشى في الله لومة لائم هذا أمر أحببت التنبيه عليه تأكيد عليه لأهميته ولأن الإخلال به إخلال بالعقيدة والتوحيد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته